عليكم، أني لبنى محمد عباس، بصف عمري 12، بصف نجحت للثاني في مدرسة المتميزات فرات. هوايتي الرسم، بديت أرسم من أني وصغيرة، وأرسم أكثر شيء بالرصاص، وجوه أرسم، وأرسم لوحات طبيعة، بس عندي أحلى شيء الرسم بالرصاص. بديت أرسم من كنت صغيرة، وأشوف رسماتي لأهلي وأهلي شجعوني، وقمت أرسم رسمات كبيرة، وبعدين اتطور رسمي وصار يعني قمت أرسم لوحات. بديت أعلم رسم باستخدام الألوان الخشبية، بعدين رسمت بالماركر، وأكثر شيء رسمت بالرصاص. بالماركر أحلى شيء يطلع بالأنمي، وبالرصاص يطلع الوجوه حلوة، والألوان المائية باللوحات الكبيرة. عادة أرسم بأوقات الفراغ وورا مثلاً دراسة، وأرسم مثلاً الوجوه. بدأت أطور نفسي بالبداية، تعلمت من اليوتيوب خطوات، بعدين قمت أطلع صور أرسمها، صور يعني هيك مرسومة أنقل منها، بعدين صور حقيقية أرسمها. أعتقد أنه درس الرسم من الدروس المهمة، وكل واحد لازم يشارك بالمعارض والفن. مدرستي أكو مجال للرسم، وأكو اهتمام ومسابقات للرسم، ويعلقون اللوحات بالمدرسة. أنا أشكر أهلي لأن هم شجعوني على الرسم وطوروني بي، وجابوا لي الألوان والأشياء اللي أريدها مثلاً، وأرسمها وأرسم بيها.